قلت لواحد يقدم خطباء للكلام، والله قلت له طيب كل ما قدم واحد يبدأ بأبيات من الشعر. قلت يا رجل طيب، طيب أين البسملة؟ أين الحمد؟ أين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي خلاص ذكرنا أول مرة لك حبيبي، الآن صار كلاما إيه جديدا، قدمت هذا فلان، قمت تتكلم مرة كذلك، بسملة وحمد لله وذكر لله، كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو إيه أبتر، فهو أقطع، فهو أجزم. هناك بعض كتب إسلامية ما مبدوءة بالبسملة ولا بالذكر، كتب كتاب إسلامي ذاك لا بركة فيه وما أحد يقرأ وما أحد ينتفع به. ليه الآن كتب إنه وكتب الشرنبولالي وكتب الشعراني كتب الصديقين انتشر خيرها، كانوا يذكرون الله ويكتبون الذكر ويكتبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا رؤوا ذكر الله وإذا تحدثوا ذكروا بالله، فربي عز وجل خلد ذكرهم. نعم قال فلا يتكلم إلا بحق، فيكون سكوته عبادة وكلامه عبادة. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. ومهما اعتادت العين رمي البصر إلى كل شيء جميل لم تتحفظ عن النظر إلى ما لا يحل. ما يبالوا ما يبالوا. الله يرضى عن ابن الشيخ سامر، النص يجمع نبي في الفردوس الأعلى، والله يعني نشروا عن فضائل الشيء الطيب. لكن قلت لواحد قلت لك يا رجل ذكر هذا الذي عم ينشر هذا المقطع، رأيته هذا انه عم يأذن قصر الحمراء في اصبهان، لك شيء طيب بس نسوان بلا الباس قاعد عم مصورين قدامه، والله العظيم عجب هذا الجاهلية هذا، لك هذا عم ينشر المقطع، لك شيء طيب انه والله ما احد اذن الا هو اذن منيح اظهر اذانه، اما تصور نسوان بلا الباس والله ما رأيته. طب وين أين الدين؟ أين الخشية من الله؟ والله حجب هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومهما اعتادت العين ورمي البصر إلى كل شيء جميل لم تتحفظ عن النظر إلى ما لا يحل أبدا، وهذا حال الأمة اليوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا في مجلس في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله كرجل عالم ودكتور ومفسر، دخل الشابة عمره 11 سنة اجت باست ايده، تك يا سيدي كيف هذه عمره 11 سنة شابة يكون قد بلغت وقد بزوجوها بنت 11 سنة بتحبل بجيب اولاد؟ قال لي هي انا مربية هي وصغيرة، تك وين يكون لك هذا دين؟ الله عجب، شو تغير بالأحكام يا جماعة؟ نلعب بدين الله نحن؟ شيوخنا قلت له ما كانوا هكذا، ما سكتت والله، تفت إليها والتفت إلى أخويها وأبوها الدكتور الشيخ كما كرجل علموها هذه، كيف مدخلين الآن وتعبوا سيد الشيخ كما والله، وأعطاها يده والله عجب هذا، هذا يسوق إلى التفلت هذا. أعوذ بالله، اسمها امرأة ما عاد اسمها طفلة، هاي 11 سنة. نعم قال لم تتحفظ عن النظر إلى ما يحل، وكذلك سائر الشهوات، لأن الذي يشتهى به الحلال هو بعينه الذي يشتهى به الحرام، فالشهوة واحدة، شهوة إيه؟ واحدة، وقد وجب على العبد منعها من الحرام، فإن لم يعودها الاقتصار على قدر الضرورة من الشهوات غلبته الشهوة، غلبته شهوة. هذا ما نزل بأمتنا اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه إحدى آفات المباحات، إحدى آفات المباحات. استرسلت بفضول الكلام، استرسلت بالآن بالمباح كلام مباح، ساقك إلى الفضول ساقك إلى الغيبة، أرسلت نظرك الآن في النظر لكل شيء. ليه لا شيخنا الشيخ علي الفروجي الله يرضى عنه، كل من عرفه كل ما عرفه يقول
كان وهو يمشي ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع هكذا. ذكرت لكم ما أخذ أخونا الله يفرج عن ولده، فك أسره وأسر المأسورين إلى عفور، مزرعة فيها سيد الشيخ أبو الحسن الكردي الله يرضى عنه فيها. في اليوم الثاني قال لي: قل لأخينا أبي محمد مرة ثانية لا يأخذني إلى أمثال هذه المزارع والفيلات. قلت له: خير؟ يعني فيه منكر فيه؟ قال لي: أنا لا أستطيع أن أرى أموال المسلمين توضع الآن في الفيلات وفيهم الجائعون. هذا الكلام قبل الأزمة، قبل الأزمة في سوريا، كلام سنة 95. قال لي: أنا لا أستطيع أن أرى أموال المسلمين توضع في هذا وفيهم الجائع وفيهم العاقل وفيهم. كيف لو جئت الآن إلى الزمن الذي نحن فيه الآن، إلى هذه المصائب التي نزلت في بلادنا؟ ألا لعنة الله على الظالمين الذين أوقدوا نيران الفتنة والآن أوقدوها في السودان. يا رب، يا رب اللطف، يا رب، يا رب اللطف. قال: فهذه إحدى آفات المباحات، ووراءها آفة عظيمة أعظم من هذه. اسمعوا إلى هذا الكلام، هذا الكلام الذي نقرأه، ما تظنون هذا كلام للعامة الناس؟ هذا للشيوخ والعلماء، هذا وتلامذتهم، لابد أن ينعموا النظر في هذا، وإلا أبدا. ولو كان عالما ساقته المباحات إلى وإلى وإلى، ضاع وضيع. وهو أن النفس تفرح بالتنعم في الدنيا، وتركن إليها النفس، تفرح وتركن. هذا ما يجري الآن في شل مجالس الناس الآن، في الأفراح وفي الأتراح، يجلسون بالنعيم، مطعم مشرب، آخر ما يفكرون به الصلاة، آخر ما يفكرون به في رمضان وفي غير رمضان. وبعدين ما نصلي مثل هذا الضليل، قال له: كهما لك في الحضر، قال له: كهما نصلي، قال له: نجمع الصلوات. والثاني الزنديق في الجامعة، قال له طالب: بدي أقوم صلي، قال له: أعمل مثل حكايتي، كذاب زنديق، قال له: أنا بصليهم خمسة سوا. يعني عرفنا بالسفر عند السادة الشافعية جمع، نعم، الظهر مع العصر والمغرب مع، أما خمس صلوات في إسلامنا جمع خمس صلوات. زنديق ولا يصلي، معهود إليه بمجالس أخرى الإلحاد. ويأتي لك ابن لك يعظمه، قال لي: ثقافتي.